السلام عليكم طلاب صف الثاني أساسي. سنقوم بتصريف الفعل في الزمن الماضي مع ضمائر الغائب والغائبة. الفعل الماضي: أتذكر. أقرأ الأفعال الماضية التالية: درس، سمع، وقع، فلح. هذه الكلمات أفعال لأنها تدل على حركة. متى حصلت هذه الأفعال؟ حصلت هذه الأفعال في الزمن الماضي. درس فعل لأنه يدل على حركة. حصل هذا الفعل في الزمن الماضي. متى درس؟ درس في الماضي. سمع فعل لأنه يدل على حركة. وحصل هذا الفعل في الزمن الماضي. متى سمع؟ سمع في الماضي. وقع فعل لأنه يدل على حركة. وحصل هذا الفعل في الزمن الماضي. متى وقع؟ وقع في الماضي. فلح فعل أيضا لأنه يدل على حركة. وحصل هذا الفعل في الزمن الماضي. متى فلح؟ فلح في الماضي. إذن الفعل الماضي هو الفعل الذي حصل في زمن مضى وانتهى. ما الحركة التي ظهرت على آخر هذه الأفعال؟ الحركة هي فتحة. إذن على ما يبنى الفعل الماضي؟ يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر. السؤال: صرف الفعل فلح بصيغة الماضي مع ضمائر الغائب والغائبة. ضمائر الغائب هو للمفرد المذكر، هما للمثنى المذكر، هم لجمع المذكر، هو فلح. فلح فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. هما فلحا، زدنا على آخر الفعل الماضي ألف الاثنين، هما فلحا. هم فلحوا، زدنا على آخر الفعل الماضي واو الجماعة وألف الفارقة. هذه الألف نكتبها ولا نلفظها. هم فلحوا. ضمائر الغائبة هي للمفرد المؤنث، هما للمثنى المؤنث، هن لجمع المؤنث. هي فلحت، زدنا على آخر الفعل الماضي تاء التأنيث. هي فلحت. هما فلحتا، زدنا على آخر الفعل الماضي تاء التأنيث وألف الاثنين. هما فلحتا. هما فلحتا. هن فلحنا، زدنا على آخر الفعل الماضي نون النسوة. هن فلحنا. إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.